بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله المنتجبين. نبدأ هذا اليوم تصوير حقلي، نصور نتائج التوبسين لشركة كينج إكويشن مع إكواليتي. هذين المبيدين خلط 100 على 100، يعني على 1000 لتر مي اللتر والكيلو، والحمد لله والشكر أنطت نتائج جيدة ومرضية للفلاح. كانت هالبستان مصابة بياض دقيقي وخياس والحشرة الدوباس أيضا، والحمد لله والشكر مع خلط هذه الماديتين أنطت نتائج 100%، ويعني حتى الفلاح يشكرنا على هذه المبيدات. شكرا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. مبيدات شركة الحقل الأخضر من شركة منتجة كينج كوينسي. تم رش مبيد توب تاب سي ثيوفونات ميثيل وكواليتي لبادة سولاترين على نبات العادي. طبعا البستان كان مصاب فطري وأيضا مصاب بالحشري. رشينا هذا المبيدين بواقع خلط توب سين 100% وكواليتي أيضا 100%، خلطناهن ورشيناهن على نبات العنب. ما شاء الله النتائج جدا ممتازة. الحمد لله البستان يعني كانت لي إصابة فطرية، الحمد لله سيطرنا عليه، الإصابة الفطرية وأيضا إصابة حشرية الحمد لله سيطرنا عليه. طبعا هاي اللي رشيناها قبل تقريبا 25 يوم إلى 30 يوم كانت أكو إصابات، الحمد لله البستان جيد جدا ونظيف، سيطرنا على الإصابة. هاي تقريبا صار 30 يوم 25 يوم الحمد لله. هاي نتائج قدامكم، تصوروا.